السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم والله في درب ملهم جديد من دروب. دروبنا في القفقاز مستمرة، وهذه المرة من هنا من باب الأبواب. ما هي هذه المدينة ولماذا سميت بهذا الاسم؟ وكيف وصل أجدادنا الفاتحين إلى هنا؟ رافقونا في دربنا الأخير للموسم الثاني من دروب لتعارفوا. Здесь самое узкое место между Каспийским морем и Кавказскими горами. Всего 3-3,5 километра. Кстати, во времена арабского халифата здесь проходила северная граница арабского халифата с 8 по 10 век. Кроме того, здесь пролегала древняя караванная трасса, Великий Шелковый путь, о котором сейчас много говорят, пытаются возродить. Еще можно сказать, что здесь граница между двух миров даже проходила. Отсюда южнее мир земледельцев, оседлого населения, а севернее мир степняков-кочевников. И смело еще можно сказать, что здесь граница между Европой и Азией даже проходила. Вот на этом месте 5000 лет назад было древнее поселение. Да, эпохи ранней бронзы, раннеземледельческое поселение было, кура арабской культуры. А вот в сентябре этого года будем отмечать 2000-летие нашего города. 2000 лет назад произошла трансформация, превращение, преобразование этого древнего поселения в поселение городского типа. Городу всего 2000 лет. Вот так. هذه القلعة اسمها قلعة دربند، وتم بنائها منذ أكثر من 5000 عام، يعني قبل الإسلام. ولكن لما أتوا العرب إلى هذا المكان لم يغيروا اسمها، ولكن أطلقوا عليها اسم باب الأبواب للصفة والسبب التالي. شو تتوقعون؟ بكل بساطة سميت بباب الأبواب لأنها تصل ما بين قارتين، قارة آسيا وقارة أوروبا. يعني بكل بساطة أنا الآن في آسيا والآن في أوروبا، ولأن طيارتنا في دروب بتقلع من أوروبا فلازم أكمل في أوروبا. في دروب دائما نعبر عن ما نشعر به، والمنطقة هذه جنوب روسيا والدول اللي من الشيشان وذلك دول القوقاز بشكل عام، شعبها ونظرتنا له يعطيك إيحاء بأنه دائما مهيئ للحرب. شو اللي أقصده قبل ما حد يفهمنا غلط؟ يعني اللي أقصده أن من ناحية الشكل، الهيئة، الوقوف، بنائهم لمنازلهم، طريقة الشبابيك في المنازل، قلاعهم، حصونهم، تجد كل الملامح التي تحيط ببيئتهم مجهزين أعمارهم لأي حرب في أي وقت في أي مكان في أي زمان. من المعلومات المميزة والهامة من قلعة دربند هي أن كلنا يعلم بخليفة المسلمين هارون الرشيد. قبل أن يكون خليفة، والده بعث إلى هذه القلعة
ببساطة شديدة حتى يتعلم فنون القتال. لماذا؟ لأهمية موقع القلعة هذه ولما خاضته من حروب ومعارك كثيرة مع الروم، فكانت هي المنطقة والمناخ الأصح والأفضل إذا أردت أن تجعل من ابنك فارسا وعنده خبرة قتالية وعنده خبرة سياسية في المنطقة. وبعد ذلك كلنا يعلم ماذا حدث، هارون الرشيد أصبح خليفة المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. هم شو من هني ولا وين هذا يفرم؟ أفاري؟ درجينسكي. هاي قبيلة أخرى. وين أنتوا شو تسوون يعني أنتوا شو منهم الدرجانيين؟ Даргинцы это в Дагестане очень много национальностей, они все. 36 наций в Дагестане, 36 наций из них. Первая много это аварцы, вторые это даргинцы по численности населения. So what is ما الذي يميزكم؟ يعني أنتوا شو مختلفين عن الآخرين؟ Чем вы отличаетесь от других стран? Ну по обычаи, по самым каждый свои обычаи, каждый свои. Traditions, language. How do they say hello in their language? Ну, Дагестане это ассаламу алейкум. А, ассаламу алейкум, они мусульмане, فطبيعي هذه تحياتهم. Например, только кубачинцы носят вот такой белый платок, и они с младшего возраста в школе и после замужества и в зрелом возрасте носят только кубачинцы такие белые платки. ما في مشاكل بينكم وبين الأفاريين وبين القبائل الأخرى؟ Ну, например, у меня за горой аварские села, я хожу к нему спокойно, я возвращаюсь, они все гостят у нас. Мы ходим. Все, авари, даргин, и лакт. Нет проблем. Нет, никаких проблем нет. Хамдулиллах. لتعارفوا. في دربنا هنا في داغستان نسأل بعض الأخوة اللي نقابلهم أو الأهالي بطبيعة الحال يعني إن إحنا بنتعرف عليهم وعلى قبائلهم، فيقولك والله أنا مثلا آفاري، الثاني يقولك والله أنا درجيني، الآخر يقولك أنا لزقي. هذه كلها بعض مسميات القوميات الكثيرة والقبائل الكثيرة. فخبرني أحدهم يقولي ترى نحن أخوي علي ما نقول لما نسافر ما نقول ترى نحن من أي قبيلة. أقول لك كيف؟ يقول إحنا لما نسافر فكل هذا ينصهر تحت اسم واحد، نحن داغستانيون. الله أكبر، كم هو جميل هذا الدرب اللي تعلمنا منه بأن حدود القبلية والتعصب وغيره مفروض أن ينصهر عندما يمثل الإنسان وطنه وأرضه. وبالعكس حتى بينهم لما كنا بينهم الشخص اللي مثلا من القبيلة الدرقانية أو الأفارية ما يتعصب على الثاني ويقول له أو يقلل منه. والله ثم والله كل القبائل اللي قابلناها يعني كل واحدة منها تحب القبيلة الثانية وتقول لك زور القبيلة الفلانية تراهم مشهورين في عمل كذا. طبيعي يا جماعة الخير، الله سبحانه وتعالى خلقنا شعوب وقبائل، فطبيعي إن الإنسان يقول والله أنا من القبيلة الفلانية. وهذا ليس خطأ، والله مو بخطأ، الخطأ إذا أنت بدأت تتفاخر بقبيلتك وتقلل من شأن الشعوب والقبائل الأخرى.
ثقافة أي شعب دائما وأبدا تؤثر حتى على طريقة بنائهم للمظاهر العمرانية عندهم في حياتهم. في أوروبا أغلب القصور إذا ما كانت أجمعها حتى من 200 سنة تفتقد إلى المرفق الصحي اللي هي طبعا وأنتم بكرامة الحمامات، بينما في الجهة المقابلة كل القصور والحصون والقلاع اللي سيطر عليها المسلمون يا أما يكون باني فيها المرافق الصحية من الأساس أو يقوم ببنائها كما هو الحال هنا في دربن. لماذا؟ السبب بسيط جدا، الوضوء والاغتسال والطهارة. يعتقد بعض أهالي القوقاز بأن هذا الجدار بالتحديد تم بناءه من قبل ذو القرنين لحمايتنا من قوم يأجوج ومأجوج، القصة الشهيرة في سورة الكهف. فلو تأملنا قليلا في المكان اللي نزوره ونسأل، طيب هذه قلعة وسيطر عليها المسلمون، طيب أين مسجدهم؟ لأن ما شفنا معلم لمسجد داخل القلعة، قالوا لنا هذا المكان. طيب وين المسجد؟ المسجد مو موجود، منطقة فاضية فقط فيها نباتات وأعشاب متيبسة، بعض الزهور الآن في موسم الربيع، الناس تزور، طلاب مدارس، يعني اللي يأتي هنا ما يعرف إنه كان في مسجد. طيب شو قصة المسجد؟ من الذي هدمه؟ اللي صار إن المنطقة اللي نحن واقفين عليها الآن للأسف تم هدم المسجد عليها تماماً، وكان السبب وراء ذلك هي القتالات والحروب التي كانت تحدث ما بين أهل القوقاز وملوك القياصر، والملك الذي قام بهدم هذا المسجد هو الملك نيكولاي. طبعاً هذا كله تاريخياً. الآن تخيل لو كان هناك من يريد أن يهدم القلعة كاملة، وكان ذلك تيمور لنك من أشهر ملوك التتار. القصة الجميلة في هذا الموضوع بأن السلطان إبراهيم الذي كان هو سلطان هذه القلعة في تلك الفترة، عندما سمع بنية الملك التتاري تيمور لنك أنه يريد أن يقوم بهدم القلعة، طبعا الناس والعالم اللي كان في المنطقة هذه كانوا مستائين جدا، وطبعا كانت قوة التتار قوية جدا في تلك الفترة، فكان خلاص عارفين أنه بيأتي وبيهدم، وهذا ما عرف كثيرا عن أهل التتار أنهم إذا أتوا إلى مكان فيعني خلاص يعني مسحوها تماما. فقال خلوه علي أنا بحاول أن أقنعه. قالوا شو راح تسوي؟ فكر سلطان إبراهيم وقرر أن يهدي الملك تتاري تيمور لنك الاقتراح التالي: 7 جواري، 7 خيول، 7 منازل، و6 عبيد. فوصل الاقتراح إلى تيمور لنك وحجبه الموضوع، موضوع فيه ما شاء الله يعني خير، بيوت، جاريات، على منازل وعبيد، لكنه فكر قال ليش السلطان إبراهيم أعطاني 6 عبيد وليس 7؟ فاستدعاه، قال لماذا 6 عبيد وليس 7؟ قال لأني سأكون سابعهم، سأكون عبدا لديك. فقال الملك التتاري تيمور لنك: هذا يعني اقتراح طيب جدا، وأنا أقدر لك هذا الموقف، ولذلك لك طلب واحد، شو اللي تتمناه؟ فقال السلطان إبراهيم: أتمنى أن لا تهدم هذه القلعة بتاتا. سبحان الله، بقعة صغيرة في هذا العالم الواسع لم يبقى جيش أو دين أو حضارة ولم تمر عليها، ولا زال هناك في هذا العالم من يعتقد بأنه محور الحضارة والوجود، وأنه يمكنه العيش منفردا بلا تسامح أو قبول الآخر. لماذا اخترنا القفقاز لتكون ختام الموسم؟ ببساطة شديدة، لأنها بوابة بين قارتين وحضارتين وحاضنة لعدة شعوب. حان وقت الوداع، فكل عام وأنتم بخير، ولأن نلقاكم إن شاء الله في مواسم وفي دروب ملهمة قادمة،
На ассаляма. ما نعرف هذا يعني السؤال التقليدي، الاكل الحلال ولا مو بحلال في داغستان هنا؟ بالعكس بعد الرحمن، انت تعرف ان الداغستانيين اكثر ناس يركزون في مساله الحلال والحرام، واكثر منا، ويتاكدون دائما ان ذبحهم اسلامي. تعرف المعلومه ولا ما تعرف؟ هم وين طلع؟ جعلت شعوبا لا لتأجيج الخطوب، جعلت قبائل لا لتبرير الحروب، بل للتكامل والتعايش طار سرب حمامنا حتى يعم سلامنا كل الدروب. لتعارفوا من أجلها جعلت شعوب، فبقربنا تحيا القلوب، ولبعضنا كل يهوب. لتعارفوا فالحب أصل وجودنا، وصت به أدياننا، مهما تباعدنا ستوصلنا الدروب. فتعارفوا.